عندي 6 بنات وثلاث أولاد بكور. كل إشي بالنسبة إلي التعليم درجة أولى يعني. وصعوبات كثير كانت بالنسبة للشوارع، طرق كلياتها ما فيش طريق مزفتة ولا إشي إلهم، كل يوم بدهم ينزلوا على المدارس ماشيين ما فيش إشي يركبوا فيه. والشتاء أنت عارفي بيكون وحلي ومي وأشياء على الطريق بتخوف يعني. وأنت بتضلك قلقانة يعني كأن؟ طول الوقت من ما بنزل على المدرسة تنو يرجع عندي. أحمد مساعيد من قرية الجفتليك. الحياة مش مستقرة لأنه الواحد بيكون خايف طبعاً من اللي حواليه. لما كانوا يتدربوا الأولاد كانوا صغار، يعني بقولهم إنه هذا بتدربوا الجيش بعيد عنا، فما تخافوش، بخافوش بيناموا. بس عشان يعني كبروا الأمر طبيعي صار بالنسبة لهم، لأنه كل يوم كل يوم عادي يعني صار. هي طبعاً قرية جميلة وهادئة، يعني فيها هدوء زيادة عن اللزوم، مرتاحين فيها يعني نفسياً الحمد لله. لولا انه بعض المشاكل يعني اللي حكيت لك عنها هي اللي بتاثر فينا، ولا هي مليحه كثير. املي انهم يضبطوا للدار تكون مثل دور الناس، يسمحوا لنا يعني نعملها دار مرتبه ومليحه بس.